مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد القولين والثقلين، محمد سيد القولين والثقلين، والفريقين من عرب ومن حجج. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. انت مسلم لبوس يا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، ربانه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، ربانه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، وعاله وبارك وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا باقي أنت الباقي، يا باقي أنت الباقي، يا باقي أنت الباقي، يا شافي أنت الشافي، يا شافي أنت الشافي، يا شافي أنت الشافي، يا كافي أنت الكافي، يا كافي أنت الكافي، يا كافي أنت الكافي، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قولنا،
كأنني في بحر هبط مغرق هديتي ساهل لنا أشكالنا ورسول الله أنظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هبط مغرق هديتي ساهل لنا أشكالنا يا رسول الله أنظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هبط مغرق هديتي ساهل لنا أشكالنا يا حبيب الإله خذ بيدي ما لعجزي سواك مستندي يا حبيب الإله خذ بيدي ما لعجزي سواك مستندي يا حبيب الإله خذ بيدي ما لعجزي سواك مستندي فسهل يا إلهي كل صعب بحرمتي سيد الأبرار سهل فسهل يا إلهي كل صعب بحرمتي سيد الأبرار سهل فسهل يا إلهي كل صعب بحرمتي سيد الأبرار سهل يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر رفع شرك الخيل يا شبير يا شبر يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر رفع شرك الخيل يا شبير يا شبر يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر رفع شرك الخيل يا شبير يا شبر يا عزر السلطان شيخ سيد شاه عبد القادر جيلاني شيئا لله المدد يا عزر السلطان شيخ سيد شاه عبد القادر جيلاني شيئا لله المدد يا عزر السلطان شيخ سيد شاه عبد القادر جيلاني شيئا لله المدد مهما محتاج ذو حاجة روى المدد يا غوث يا زم سيدا محتاج ذو حاجة نوى المدد يا غوث يا زم سيدا محتاج ذو حاجة نوى المدد يا غوث يا زم سيدا مشكلاتي بعدد دار المدد يا غوث يا زم مشكلاتي بعدد دار المدد يا غوث يا زم دير مشكلاتي بعدد دار المدد يا غوث يا زم دير يا حزرة شيخ محي الدين مشكل مشاب الخير يا حزرة شيخ محي الدين مشكل مشاب الخير يا حزرة شيخ محي الدين مشكل مشاب الخير إمداد كن إمداد كن أزمة ليهم آزاد كن دردي دنيا شاد كن يا غوث يا زاد استقيل إمداد كن إمداد كن أزمة ليهم آزاد كن دردي دنيا شاد كن يا غوث يا زاد استقيل إمداد كن إمداد كن أزمة ليهم آزاد كن دردي دنيا شاد كن يا غوث يا زاد استقيل إمداد كن إمداد كن أزمة ليهم آزاد كن دردي دنيا شاد كن يا غوث يا زاد استقيل إمداد كن إمداد كن أزمة ليهم آزاد كن دردي دنيا شاد كن يا غوث يا زاد يا حزرة غوث غوث بإذن الله تعالى يا حزرة غوث غوث بإذن الله تعالى يا حزرة غوث غوث بإذن الله تعالى خذ يدي يا شاه جيلا خذ يدي شيئا لله أنت نور وأحمدي خذ يدي يا شاه جيلا خذ يدي شيئا لله أنت نور وأحمدي خذ يدي يا شاه جيلا خذ يدي
شيخ لله نور احمد طفيل حضرت تستجيد اشيد طفيل حضرت تستجيد اشيد طفيل حضرت تستجيد اشيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم واله وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي أنا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعوا وقيل ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد لا يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع الذين محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغلقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينذرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجناث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلاما قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. ونعيشوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فسبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما
يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم three times درود يقول سيا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم شيئا لله يا عبد القادر ساكن بغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شيئا لله يا عبد القادر ساكن بغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شيئا لله يا عبد القادر ساكن بغداد يا شيخ الجيلاني سقان الحب كأسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالى لي سعت ومشت لنحوي في كوس فهمت لسكرتي بين الموالي فقلت لسائر فاقتضب لكم بحالي وادخلوا انتم رجالي واشربوا انتم جنودي فساق القوم بالوافي بلاني شربتم خدنتي من بعد سكري ولا جلتم حلوي واتصالي مقامكم العلا جبحا ولكن مقامي فوقكم ما زال عني انا في حضرتي التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال انا البازي اشرب كل شيء وماذا في الرجال اعطي المثاليك ساني خلعه لطراز عزم وتم جنيب تيجان النبائي واطلعني على سر قديم وقلدني واعطاني سؤالي وولاني على الاقطاب جمعا وحكمي نافذ في كل حالي فلو القيت سري في بحار لصار كل غورا في الزمان ولو القيت سري في جبال لدغدت واختفت بين الرمال ولو القيت سري فوق نار لحمدت واتقت من سر حالي ولو القيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالى وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا متاتي وتخذل لي بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدائي مريدي واشطح وغي وافعل ما تشاء فالاسم عن لمريدي لا تخف الله ربي مريدي لا تخف الله ربي مريدي لا تخف الله ربي يطعني رفعة نلت المنامي تكوني في السماء والأرض نوما وشابوس السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفاني نظرت إلى بلاد الله جمعا فحربانة على حكم انتصاري درست العلم حتى صرت مطربا ونلت الصعد من أولى المواني
وكيف من في أولياء الله مثلي ومن في الحلم والرصدي في حدي رجالي في همم جرهم سياما وفي ثلاث الليالي فلعا لي وكل ولي له قدر وإبقي على قدر النبي بدر الكبر لنبي هاشم مكي حجازي هو جدي به نلت الموالي مريدي لا تخف واشد فإني أزور قاتل عند القتال أنا الجيلي أحيي الدين لقبي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني وأخدع مقامي وأقدامي على عروق الرجال وعبد القادر مشهور اسمي وعبد القادر مشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي اغثني سيدي وانظر بحالي وشيء لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجلال جلالي شيء لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجلال جلالي يا راس البلد 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 يا شيخ لله Allah,
Oh,